عليكم، كي درتو؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ان شاء الله غادي نديركم في مرجان، جيت باش نتسخر وغادي نشارك معكم داكشي اللي درت. وكاينه الوالده مرايا ولالا ملكة. ماما لالا ملكة عطيو التحية. السلام عليكم وليداتي يا بنياتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتم؟ تمنينا ان شاء الله تكونوا لاباس وعلى خير وبخير، والله يعطيكم الستر، الله يحجبكم، الله ينوركم، الله يجعل سادة ربي يحلي كلامكم محلات الصلاة وعلى النبي. ورحنا يا وليداتي كندعيو على كل شيء داخل المغرب وخارج المغرب. وهانتوما رحنا شينا غير شويه سخفنا عيات ذوبتها الشمس ذوبتها الشمس. ايوا اش غنديروا؟ ها حنا اليوم راه خرجتنا نوراها حنايا في مرجان تاع الكنس تبارك الله، كل شيء زوين وكل شيء موجود وكل شيء الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللي بغى يتقدى مرحبا به. مرحبا بكم في مرجان. مرجان راه ماشي اشهار، عاوتاني تبقاو تمشيو بعيد تقولوا لنا كنديروا الاشهار ولا شي حاجه، راه ما كان لا اشهار لا والو. لا اجي نتقطع وصافي. السلام عليكم. الله يبرد علينا وعليكم وعلينا ان شاء الله يا ربي. كنتمنوا لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. الله يوفقكم، راكم كنتمنوا وليداتي، والله يجعل سيدي ربي يعلي علامكم ويحيي كلامكم. اللي مريض الله يشافاكم، واحد الله يسهل عليه يجي عند والديه وخوتو. هادشي باش كحينا لكم، الله يديكم بخير ويجيكم بخير. رجعنا وجينا نشربوا شي حاجه بارده ولا سخونه، المهم كل واحد شنو بغى يشرب. سي عاوتاني ما كي جاك انت تاع زوين، هو اللي كيرد لك انت الراس وايا تعيب لي قال غادي يتقل. نعم غادي يتقل هذا والخبز والزيت ولا الزيتون ولا مليويات ولا بغريرات ولا اللي كان. ما خسيرة ممكن إلا من الأولى بغريرات. لا أنا خد بلاصة ما كاينش دار غريرات، هذا يولي الماء البارد. ضروري الماء البارد. لا هذا الشيء اللي زوين دابا في هذا الصيف هذا. غير البارد والنعناع باش كيبرد شي شوية. لا دابا راه كيبرد الحال مزيان. لا الحمد لله. لا زوين الحال زوين الحمد لله. الصحة أسرة بدات كتعمر. ازيك شي عمتي، فين وصلتي مع القرعه؟ حنا عاد نبدا معاهم داكشي اللي بان لي. عمتي قالت لك القرعه. لا والله الا جاتني نسمع ديالها. لا بوك ملي كتكون خضراء، ملي كتكون خضراء كدير ديك سميتو نتاع القرعه. انا عرفت شي قالت هي خصنا لا ملكه الضبعه ثاني نشوف شنو واش القرعه ولا لا. ما مصباش كاع هي ديك كتر النعناع حيت ما كنشربش الحب ديالها، هذيك الحبوب ديالها تا هي مقطوع عليا. داكشي باش ما شربتش اتاي، قلت انا غندير على العصير ومنين شميتو لقيتو بحال القرع، انا باغا كمليه. دابا خالص خالص كمليه ولا خيزو. بغيتو ولا كرت؟ دابا ندير لا ملي حكمتو عليا غنكملو. لا 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 كمليه دابا. القرع ما خيزو. غالب. غي والو اللي خايبو. والله الا شي زوين. اي شي زوين. ويني في هاد الصهد راه الحمد لله على هاد. تيسكن هي الصهد امس. وانتم كيشتو خوتي بغينا نشاركو معاكم الاجواء الخارجيه اللي خرجنا هاد النهار مع نورا الفلوق. نتمنى تعطينا الاعجاب ديالكم وتكثروا لنا لي جيم ولي كومونتير. بغينا نوريكم مدينه مكناس. متنساوناش باللايك لايك 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 زمزمونات وخمخيمه. زمزمونات وعاكازيز. وخليكم معنا متمشيو فينا. وهنا كيف ما شفتوا مشينا درنا واحد الدويره في مدينه مكناس وشربنا اللي كتب الله ورجعنا للدار. دابا ان شاء الله غادي نشارك معكم العشيوه ديالنا. عشيوه بسيطه وسهله ماهله. عندي هنايا اللحم غادي نكملو هكا يتقطع كيف ما كتشوفوا، وغادي نغسلو ونديرو باش يستقطر ان شاء الله. وتابعوا معايا الطريقه وغادي تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش من اللايكات. ومنين نستقطر لينا اللحم غنديرو فهاد الطنجره اللي غيطيب فيها، وعندي البصله هنا مشلضه نزيدها عليه. بعد ما درت البصله غادي نزيد واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد الحشيشه ديال الملح. وعندي كلشي حدايا هنايا كتبقى على حسب الذوق.
وغادي نردو يتقلى. نديرو على البوطه ونشعل ليه البوطه. دابا غادي نزيد الثومه وهاد الثومه وهاد الربيع ما غاديش نعبر بالمعلقة، يعني داكشي عينكم ميزانكم، شوية ديال البزار، شوية ديال سكنجبير، هكا واحد المعلقة، واحد المعلقة حتى هي ديال الخرقوم، راه كيبان لكم اش كديرو، اللي بغا يعبر يعبر، وكنبقاو نخلطو هاد العطرية مع اللحم والبصلة وداكشي. ونقصوا البوطه على راني نقص البوطه على النار مهيله باش كيتشحر على خاطرو. دابا غادي نبدا نرويه، غادي ندير الماء باش نسد عليه. انا راه ما كنكثرش الماء في اللحم، كندير غير غادي ندير جوج كيسان هادو ديال الماء راهم كافيين، والبوطه تكون على نار مهيله وغادي يطيب على خاطرو. هاد جوج كيسان كافيين للخياط ديال اللحم بلا ما تكثروا له الماء. غنسدو عليه ونخليوه يطيب. هاد اللحم غادي نديرو بالبرقوق، غاديش نديرو بالبرقوق. عندنا فيها الكسرونه فيها شويه ديال الماء، والبرقوق يابس غسلتو بشويه ديال الماء جوج مرات ولا ثلاثه باش كتحيدو ديك الغبره داكشي اللي فيه لاصق عليه. وغادي نديرو هنا فهاد الماء هذا اللون. كيتسلق السلقه الاولى كيف ما شفتوا، غادي نحيد له هذا الماء هذا، غادي نزيد له شويه ديال الماء، واحد ربع ديال الكاس هكا، ما ندوزوش الربع ديال الكاس. وغادي نضيفوا واحد ربع د المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكنبقاو كنخلطوه معاه باش حتى كيذوب داك السكر سنيده وكيدخل مع البرقوق. وغادي نزيد له شويه ديال واحد الرشيشه ديال القرفه وواحد رشيشه ديال الملحه ضروري باش كتعدل لينا الذوق صافي. وغادي نخليه يطيب حتى يتعسل وغادي نطفي عليه. هذا هو اللحم بالبرقوق، هذه هي الطريقه، كيجي معلك وكيجي بنين، كنتمنى تجربوه. وكانت هذه هي الشهيوه ديال اليوم، وكنتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها وحتى شي فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوناش من الدعوه ديال الخير واللايكات وبارطاجيو الفيديو باش تعم مع فائده عن الجميع. وخليت لكم راحه الله حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.